جمهور الزمالك غضبان من مهندس فرج عامر انه في وقت من الاوقات بينزل وقت ازمات نادي الزمالك بينزل صور مع رموز النادي الاهلي والمعروفه اعلاميا بشله الغردقه، تردك عليهم ايه؟ الكلام ملوش معنى طبعا، انت بتتصور مع ناس اصدقائك، انت لما بيكون لك صديق انت مش بتصنف الناس، يعني مثلا حضرتك مثلا يعني انا في صداقة بيني وبين حضرتك بغض النظر حضرتك أهلاوي حضرتك زملكاوي مش ملهاش علاقة، العلاقات الإنسانية مش بالأهلي والزمالك، علاقتي الإنسانية والصداقة بأي حد عمرها ما تكون موجهة ضد حد آخر، ده كلام غير منطقي وكلام جديد على مش مجتمعنا، على أي مجتمع في العالم أنت مش بتقعد مع حد عشان لا قدر الله تتآمر على إنسان تاني، ده تصرفات غير طبيعية وغير منطقية الكلام ده. لكن انا بحترم جمهور الزمالك، مفيش بيني وبين جمهور الزمالك اي مشكله، وانا اصلا مفيش بيني وبين الزمالك اي مشكله، والدليل ان انا مرارا وتكرارا اديت للزمالك لاعبين ممتازين بغض النظر اهلي عايزهم او الزمالك عايزهم، الزمالك لما اشتراهم مني انا اديتهم للزمالك فورا واتفقت معاهم، واي فلوس بتجيلي بعد الاتفاق لا يمكن بعمل كده وبنافس. فكرة انك بتقول انك اهلاوي وبتشجع الاهلي، هل ممكن في يوم من الايام تترشح لرئاسه النادي الاهلي؟ لا انا مش عضو اصلا، ولا عمري اترشح، ولا عمري كذا، ولا عمري ابقى انا مش عضو اصلا، انت مش ولا عندي ولا بفكر في المواضيع دي اطلاقا. خلال مباراه الاهلي وسموحه الاخيره واللي خسر فيها النادي الاهلي كتبت بوست على الفيسبوك ان لو كنت رئيس النادي سموحه وحمد علاء عمل احتفالا بشعار نادي الزمالك كنت قطعت الاعاره ورجعته لنادي الزمالك. جماهير الزمالك كانت غاضبه بتقول خلال تواجدك رئيس نادي سموحه كان صلاح محسن عمل اللي هو ما شفتهوش. لا قسما بالله ما شفته، ولو كنت شفته كنت قطعت الاعاره، وانا في سموحه تعاملي مع الاهلي والزمالك حيادي تماما. حاجه تانية، مش انا اهلاوي لكن لما الزمالك بيلعب مع اي فريق انا فريق بره مصر انا عايز الزمالك يكسب، يعني انا بص مش غبي ومش متعصب، انا في المقام الاول رياضي، مش انا بقول لك الزمالك جاب الناشئين دول كانوا اشتروا متكلفوا 100 مليون جنيه واكتر، ده حقيقه انا هقدر انكر الحقيقه، وانا بضرب تعظيم السلام لمدرب الزمالك، علم الناس كلها كانت قالت ده عجز وده كبر وده، بس بقول لك تعظيم السلام عجبني جدا جدا في جرأته في الناشئين اللي لعبهم ونزلوا ولعبوا جامد، وعجبني جدا ان هو لغايه دلوقتي شيكابالا وبيلعبوا شيكابالا فورمه في السن الكبير ده وبيعمل وبيجيب اهداف يعني عامل انجاز ومش فارقه معاه، ده يمشي ده يقعد ده ينقطع ده يسوي مش فارقه معاه.